1 2 3. السلام عليكم ورحمة الله. أرحب بكلا الفريقين المولاة والمعارضة. سيسعى هذا المجلس بصفته الحكومة لدمج اللاجئين في القوة في قوى العمل النظامية. أقرأ الشريحة التعريفية بسرعة. في دول شهدت زيادة في تدفق اللاجئين بسبب الصراعات في الدول المجاورة، يتم استضافة بعض اللاجئين في المخيمات التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والكثير منهم يقيم في المناطق الحضرية والريفية. يعتمد اللاجئون بشكل رئيسي على الدعم المالي من المجتمع الدولي أو العمل غير النظامي مثل أعمال البناء اليومية والأعمال المنزلية الصغيرة النطاق، ما لم تصدر السلطات المعنية تصريح عمل لهم، وهو نادرا ما يحصل. فريق الموالاة نحن هنا أتينا لكي نقول لكم أن إصدار تصريح العمل لهؤلاء اللاجئين هو أفضل لهذا اللاجئ وللدولة ككل، وسوف نشرح هذا في حججنا. دعونا بالبداية نتكلم عن الواقع والمشكلة التي أتينا منها. المشكلة نحن نعيش في عالم تتزايد فيه الحروب وأعداد اللاجئين، وجميعنا يعرف أن مشكلة اللاجئين باتت مشكلة ليست مؤقتة بل هي مشكلة دائمة وفي تزايد مضطرد. هذا يعني أنه لا مفر من مشكلة اللاجئين، وهو واقع حتمي علينا جميعا. طيب، ما هو وضع اللاجئين في هذه الدول؟ دعونا نتكلم عن هذا قليلا. بالبداية، هؤلاء اللاجئين كما ذكر في الشريحة التعريفية هم لا يملكون تصريح، بالغالب لا يملكون تصريح عمل، فقانونيا عند الحكومة لا يستطيعون العمل، ولكنهم يعملون في هذه الأعمال، وسوف نتكلم كيف يعملون وما هي المعاملة التي يتلقونها من أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات الكبيرة الذين يوظفونهم. النقطة الثانية أنهم لا يستطيعون العمل في أي مهنة توفر عيش كريم لهم، ولكنهم يعيشون بأقل القليل مجبرين على ذلك بسبب أصحاب العمل الجشعين الذين يأخذون الذين فقط يريدون جمع الأرباح لنفسهم، ويضطرون للعمل بشكل غير نظامي بسبب عدم إصدار الدولة تصاريح العمل النظامية لهم مثل أعمال بناء والأعمال المنزلية. طيب، هذه الأعمال التي يعملون بها خارج نطاق القانون لا توفر أي حماية لهم، ماذا نعني؟ ولا توفر أي كسب مضمون، ولا توفر أي استقرار لهم. ماذا نعني بذلك؟ يعني أنه يأتي صاحب عمل والله في دولة مجاورة للدول التي يأتي منها لاجئين، يرى أن اللاجئ يأخذ أجر أقل بكثير من هذا العمل النظامي الذي يريده، يقوم بتوظيفه ولا يوظفه فقط بالأجر القليل، ولكن يزيد من ساعات عمله ويهدده بالطرد من هذا العمل. هذا الشخص اللاجئ الذي يحتاج لهذا العمل لأنه لن يستطيع العيش ولن يستطيع، يعني سوف يموت من الجوع لو لم يجد هذا العمل. يعني هذه حقيقة، هي ليست مبالغة، سوف فعلا يموت من الجوع إذا لم يجد عمل يعمله، وهذا صاحب العمل يقوم بتهديده بالطرد من هذا العمل إذا لم يعمل ساعات إضافية، إذا لم يرضى بأجر القليل، وأحيانا حتى لا يرضى أن يعطيه الأجر ويؤخر الأجر عليه شهر وشهرين وثلاثة. وسوف نشرح لكم كيف هذا سوف يخلق عندنا طبقة جديدة بالمجتمع، هم طبقة الشحادين الذين يعني خلاص لا يجدون أي شيء، لا يمكنهم أن يعملوا بطريقة نظامية، ولذلك يوظفون هؤلاء أصحاب العمل. بدل أن يوظف مثلا شخصين، كل شخص لديه شفت 8 ساعات، لا، يوظف شخص واحد يجعله يعمل 16 ساعة وهو يوفر على نفسه هذا العمل. وبالتالي حتى يعني النظام الحالي الذي نعيش فيه، حتى لا يأتي فريق المعارضة الآن ويقول لنا أنكم سوف تزيدون البطالة، العالم الذي نعيش فيه الآن هو زيادة البطالة فيه موجودة بسبب هذا النظام الموجود الذي يتبعه أصحاب العمل، لأنهم يريدون تقليل عدد العمال الذين لديهم وزيادة الأرباح التي يكتسبونها من هؤلاء العمال من خلال اتباع هذا النهج. لماذا أنا كحكومة مستضيفة لدي عبء أخلاقي بعمل قوى بدمج اللاجئين في قوى العمل النظامية؟ كذلك دعونا نشرح وضع الدول التي تستضيف اللاجئين. من ناحية اللاجئين الذين تستضيفهم هذه الدول، هي تأخذ أموال ومساعدات من المنظمات الأممية بسبب هذه الاستضافة، وبالتالي الثمن الذي تتقاضاه هذه الدولة يجب أن يكون مقابل توفير عيش كريم وحياة مستقرة للاجئين، وليس استفادة شخصية للحكومة من هذه المساعدات. أنا أتحدث عن العبء الأخلاقي الموجود علي كحكومة، معاملتهم فقط كبشر وليس يعني فقط كبشر وليس وإعطاهم أدنى الحقوق الذين يستحقونها. ما هو الواقع الذي يعيشون فيه عندما لم يكن تصريح عمل؟ هو الواقع الذي شرحته الآن، أنهم يعملون لساعات طويلة، لا يأخذون أجورهم، إذا أخذوها يأخذون أجر قليل جدا، ويعيشون بأقل القليل. طيب، تعالوا نرى الواقع عندما يأخذون تصريح عمل. ماذا سوف يحدث للدولة، وماذا يحدث لسوق العمل، وماذا سوف يحدث للاقتصاد عندما يملكون تصريح عمل؟ فإن الوظائف التي يعملون بها سوف تصبح مقننة. يعني مثلا أنا شخص أعمل ب
أعمال البناء سوف يكون عندي راتب محدد بالساعة، سوف يكون عندي عدد ساعات معين للعمل، وسوف يكون باستطاعتي إذا لم أأخذ أجري، إذا هذا الشخص قام بضربي مثلا إذا عملت خادمة منزلية أو ما أخي، إذا قام هذا الشخص قام بضربي أو تعذيبي أو تهديدي بأي شيء أنا أستطيع أن أشتكي. ولكن في العالم الذي نعيش فيه الآن هذا الشخص حتى لا يستطيع أن يقوم بتقديم أي شكوى ضد صاحب العمل بسبب هذا الحال الذي يعيشون فيه. تفضل. حاجة هذه اللاجئين، حاجة هذه اللاجئين ناتجة من الحالة القانونية التي يعيشون بها، لأنه بسبب حالتهم القانونية أنهم ليس عندهم تصريح نظامي للعمل يعيشون في هذه الحاجة، لأنهم لا يأخذون رواتبهم بشكل كامل أو حتى لا يأخذونها من الأساس. ولذلك إصلاح هذه الحالة القانونية هو الأساس لتحسين حالتهم الاجتماعية التي يعيشون بها، وبالتالي نحن هنا نضمن استقرار أكثر لهذا اللاجئ في حياته. تعالوا نتكلم قليلا عن الاقتصاد في هذه الدولة وماذا سوف يحدث، وماذا يحدث حاليا وماذا سوف يحدث في المستقبل عندما نقوم بتقنين عملهم في هذه الدولة. حاليا هؤلاء الأشخاص يعملون في الاقتصاد ولكن لا يتم حساب الأجور التي يأخذونها في الناتج المحلي للدولة، لا يتم حساب أي أعمال يقومونها في الناتج المحلي للدولة. هذا في البداية يسمح لي يعني يعمل لنا غرفة كبيرة للتلاعب بالأرقام في الدولة، لأنه نحن لا نعرف بالضبط ماذا يحدث في الناتج الاقتصادي للدولة، وبالتالي هذا ينتج عنه قرارات في الدولة مبنية على هذه الأرقام الخاطئة التي نحن لا نعرف ماذا يحدث فيها، ماذا ما نعرف هذا سوق العمل، لأنه كله هذا يحدث في السوق السوداء التي تم إنتاجها بسبب عدم وجود هذه الحالة، بسبب عدم وجود هذه الحالة القانونية لهؤلاء الناس. ولكن عندما نحن نقوم بإعطائهم هذا التصريح في البداية نحن نزيد القوة الشرائية الموجودة في الاقتصاد، وكلنا نعلم ماذا تعني زيادة القوة الشرائية. هذا يعني أنني أنا أستطيع أن أوفر للناس قوة يستطيعون الشراء فيها أكثر، هذا يعني تحريك أكثر للاقتصاد والأعمال الموجودة في الاقتصاد، وبالتالي تحريك أكثر للناتج المحلي ككل. سوف يشرح زميلي المتحدث الثاني أكثر عن الحالة التي يكون فيها، وهي حالة واقعية، الحالة التي يكون فيها العمل النظامي وعندنا أمثلة من الواقع، وحالة التي لا يكون فيها العمل النظامي نظامي، ويعطيكم أمثلة عن هذا الموضوع. شكرا. سأبدأ في 3-2-1. اليوم نحن كحزب معارضة موجود في الدولة نعارض قرار الدولة التي ستقوم بالسعي لتوظيف اللاجئين وضمامهم في القوى العاملة النظامية، أي العمل بشكل نظامي وإعطاء تصريح كما ذكر هنا فريق الموالاة. ذكر فريق الموالاة عدة مشاكل تواجه اللاجئين اليوم، ونحن لا ننكر وجود هذه المشاكل، ولكن المشاكل ستزداد نتيجة تطبيق هذا القرار، وهذا ما سنثبته لكم نحن اليوم المعارضة. عبر إثباتنا الرئيسي الذي ننطلق منه نحن اليوم أن هذا الوضع سيزداد سوءا للاجئين وللدولة كذلك. أولا ذكر فريق الموالاة أن هذا سيوفر تصريح للاجئين، ونعم، لكن نحن كفريق معارضة نرى بأن التصريح هذا سيزداد من وجود اللاجئين، سيفقدون صفة وجودهم كلاجئ. ما معنى كلمة لاجئ؟ أنه يتواجد في الدولة بصفة مؤقتة، ولكن أثناء تطبيق القرار سيفقد هذه الصفة المؤقتة، سيستقر في الدولة، سيتحصل على تصريح، الأمر الذي يجعله ماذا؟ يجعله يفقد حق العودة لدولته التي يريد العودة إليه، والتي هذا ما يسعى إليه المجتمع الدولي بصفة عامة. كذلك ذكر فريق الموالاة أن وضع اللاجئ سيزداد وسيتحسن أثناء حصوله على العمل. نعم، سيتحسن أثناء وجوده حصوله على العمل، ولكن بطريقة مؤقتة، وسأوضح ذلك في حجج تفنيدية مضادة لجميع ما ذكره فريق الموالاة والتي ستنصف هذا الموقف نقطة نقطة. بداية ذكرنا لكم اليوم أننا لا نقف ضد اللاجئ ونريد مساعدتهم، والدولة بالفعل هي تريد المساعدة، ولو كانت لا تريد المساعدة لما كانت استضافتهم بالأساس ووضحت لهم مخيمات ووضحت لهم الأماكن التي وتعاونت مع المجتمع الدولي، المجتمع الدولي يوفر لهم الأموال، كذلك الدولة تقوم بتوفير لهم هذا المسكن وهذه المخيمات وهذه الأماكن، استقبلتهم الدولة في نطاقها، وكذلك فإن هناك مساعدات إنسانية يتحصلون عليها نتيجة التعاطف من المجتمع الذي يرى هؤلاء اللاجئين قد فروا نتيجة هذه الحروب. ولكن سنفقد نقطة التعاطف، سنفقد فكرة الوظائف التي تم إعطاؤها، سنفقد صفة اللاجئ. أخذك لاحقا، وهذا ما سنوضحه الآن. بداية للوصول لعب إثباتنا وأن هذا القرار سيعود بأثار سلبية على اللاجئ والدولة على المدى البعيد، سنوضح ذلك من خلال أمرين. الأمر الأول، كيف سيكون هذا الأمر سيء على الدولة؟
ذكرنا لكم عندما نعطي اللاجئ قوة أو عمل نظامي سنستقطب اللاجئين، سيزداد الأعداد بشكل كبير، وهذه المشكلة التي جاء بها فريق المولاة. فريق المولاة ما هو إشكالهم؟ ازدياد عدد اللاجئين نتيجة، أخذك لاحقا، ازدياد عدد اللاجئين نتيجة ماذا؟ نتيجة اللي هو الحروب وغيرها. نعم أعداد اللاجئين تزداد، ولكن سيزداد الوضع سوء، سيزداد أعداد اللاجئين أكثر وأكثر في هذه الدولة نتيجة ماذا؟ نتيجة إعطائهم عمل نظامي داخل الدولة. هذا بالفعل ما يعد استقطاب للاجئين ليتم إعطائهم عمل. ماذا سيترتب عن هذا الاستقطاب؟ سيترتب عن هذا الاستقطاب خسران الوظائف لأطراف معينة. عندما نتحدث عن الوظيفة، الوظيفة تحتاج أعدادها محدودة، ودائما ما هناك مشاكل تعاني من البطالة. عندما نتحدث عن تركيا اليوم الموجودة في دول حدودية مع فلسطين ومع سوريا، وفي وضع يقوم اللاجئين من كل مكان، من اليمن ومن العراق وغيرها، الدول بالحروب التي تعاني في هذه الحالة، ماذا سيكون وضع الوظائف داخل الدولة التركية عندما تقوم هذه الدولة التركية باتخاذ مثل هذا القرار إدماجهم في العمل النظامي؟ ماذا سيحدث؟ سيزداد استقطاب اللاجئين دولة تركيا، والآن بالفعل أغلب اللاجئين يفضلون الذهاب لدولة تركيا نتيجة لهذا الأمر. سيزداد عدد اللاجئين، عندما يزداد عدد اللاجئين وتوفر لهم الدولة وظائف، سيفقد أطراف المواطنين الأصليين هذه الوظائف. عندما يفقد المواطنون الأصليين هذه الوظائف، ماذا سيترتب عن ذلك؟ بطالة لهؤلاء. هل سيسكتون المواطنون الأصليين الذين حق الدولة عليهم والمسؤولية الأخلاقية أهم من مسؤوليتها تجاه اللاجئين؟ مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها أهم في هذه الحالة. سيفقد المواطنون عملهم نتيجة إعطائه بعض الأشخاص الآخرين، الأمر الذي جعلهم سيخرجون في مظاهرات، سيمددون بوجودهم. سنفقد عنصر التعاطف مع هؤلاء، لن يقدموا مساعدات إنسانية، لن يقبلوهم داخل مجتمعاتهم. الآن اللاجئ يا سيدة، أخذك لاحقا، الآن اللاجئ يا سيد الحكم لا يرضى فقط، لا يريد فقط لقمة العيش وغيره، يريد الكرامة الإنسانية، يريد قبول اجتماعي، يريد أن البيئة التي يكون فيها تحتضنه، تريده موجود بينها. ولكن هذا كله سنفقده، سنصبح في بنية اجتماعية وفي دولة ترفض وجود اللاجئين. الشعب يكرههم، لا يريد وجودهم في الدولة، وجودهم في الدولة يسبب أضرار لدينا، وجودهم في الدولة ينافسنا على الوظائف، سأفقد وظيفتي نتيجة إعطاء هذه الوظيفة لغيري. كل هذه الأمور ستجعل هذا الشخص ماذا؟ ستجعل هذا الشخص لن يتحصل على وظيفة على المدى البعيد. كيف لن يتحصل على هذه الوظيفة؟ نتيجة الأصوات المعارضة. ستسقط الدولة وهذا القرار نتيجة خروج أحزاب معارضة أخرى تستخدم سياسة أخرى، كما حدث يا سادة في مثال اسطنبول، وسأوضح لكم هذا الآن بشكل دقيق جدا. عندما خرجت الآن حزب المعارضة الذي يواجه حزب حكومة أردوغان، أول حاجة قام بها في الانتخابات متاعها اللي هي ماذا؟ أنه سيخرج اللاجئين السوريين. ماذا حصل؟ البلدية الموجودة في اسطنبول كلها صوتت لحزب المعارضة. خسر أردوغان في هذه الحالة. لماذا؟ نتيجة عدم تقبل هؤلاء السكان التركيين الأصليين للدولة للاجئين. لماذا لا يتقبلون اللاجئين؟ نتيجة سياسات أردوغان في توظيفهم وإقحامهم داخل الدولة التركية. الأمر ماذا سيعود سلبا هنا؟ على الضغط على الحكومة التركية في ماذا؟ في أنها ستسحب هذه الوظائف التي تم إعطاؤها بداية، لأنها نظرت بقصر نظر كما يرى فريق المولاة، نظرت تحت أقدامها اليوم ولم تنظر للبعد المستقبل الذي نراه نحن كمعارضة الآن. ماذا سيحدث في هذه الحالة؟ سيخسر وظيفته التي حصل عليها، وليس فقط وظيفته، سيخسر وظيفته، وربما تكون الدولة تسريحه من الدولة في الأساس، ترفض وجوده. وهذا ما يحدث اليوم. اليوم السكان الموجودين في اليوم السكان اوكي حنتكلم بدون مايك. اليوم السكان الموجودين في هذه الدولة اللاجئون ليس فقط سيخسرون وظائفهم، وإنما كذلك سيخسرون مساكنهم. وهذا ما يحدث في تركيا الآن. الأشخاص الذين يسكنون في شقق موجودة في هذه الدولة وفي مخيمات وغيرها، يتم الاعتداء عليهم من قبل المواطنين التركيين. يقوم كذلك الشرطة في حد ذاتها، وهي جهاز، أخذك لاحقا، وهي جهاز موجود في الدولة، الشرطة التي هي جهاز موجود في الدولة الآن، تعامل اللاجئ السوري أسوأ معاملة، تقوم بإخراجه من أماكنهم قسرا بالرغم من أنهم يدفعون هذه الأجرات نتيجة العمل بتاعهم. فهنا نتحدث عن وضع اللاجئ اليوم قبل تطبيق هذا القرار. وضع اللاجئ يعتبر أفضل من تطبيق القرار. كيف يكون أفضل وضع اللاجئ اليوم؟ وضع اللاجئ اليوم تحصل على دولة تحتضنه، تحصل على تعاطف مجتمعي من قبل البنى الموجودة فيه، تحصل على مساعدات إنسانية من قبل هؤلاء الموظفين، تحصل على مساعدات من قبل المجتمع الدولي الذي يقوم بتخصيص ميزانيات كما ذكر فريق المولاة، تحصل على بيئة تحتضنه، موطن له، وكذلك دولة تتقبله وتساعده. كل هذا الأمر يجعل اللاجئ في هذه الحالة يحتاج هذا المزيد. ولكن اللاجئ بعد تطبيق القرار ماذا سيحصل له؟ سيخسر وظيفته، سيخسر المسكن، لن تتقبله هذه الدولة، لن يتقبله أفراده، ومن ثم سيصبح ليس فقط في مخيم وإنما في العدم، أو ربما يضطر إلى الرجوع في 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 لدولته قبل انتهاء الحرب فيها، مما سيؤدي لموته ليس من الجوع وإنما موته من قوة السلاح وكذلك شر المعاملة. هذا بالأساس ما انطلقنا نحن له كفريق معارضة. جئناكم اليوم بموقف واضح وصريح، قلنا لكم بأن عبء إثباتي من الأساس في هذا المنظر سيكون هذا الأمر أسوأ للفرد وللدولة. أثبتنا لكم أنه أسوأ للدولة على صعيد المدى البعيد.
مما يجعل هؤلاء وفروا لهم فريق المولى وفر لهم وظيفة ابتدائيا، ولكن في النهاية سيخسرون هذه الوظيفة. وفر لهم عيش في البداية، نعم، تحصلوا على وظائف، نعم، تحصلوا على أموال، نعم، ولكن هل ستستدين هذه الأموال؟ لا، سيخسرون هذه الأموال، سيخسرون وظيفتهم، سيخسرون احترامهم، سيخسرون تواجدهم، سيخسرون قبولهم داخل الدولة، سيخسرون تواجدهم داخل الدولة. شكرا لكم على حسن الاستماع. سأبدأ بعد 3 2 1. سادتي لجنة التحكيم، ما يطرحه فريق المعارضة هو شيء خطير جدا، ويبين للأسف واقع بعض الواقع السيء الذي يتحدثون عنه، ألا وهو يفترض، وسأفند بعض ما قالته المتحدثة الأولى، وهو أن تفترض المتحدثة الأولى ويفترض فريق المعارضة أن اللاجئ يريد أن يخرج من بلده يعني بمشيئته، وأنه يعني يريد أن يذهب سياحة إلى الدول التي تستضيفه لاجئا، ويريد ويحب الذهاب هناك، ولذلك قالت بعظمة لسانها أنهم يعني عندما يفعلون ويطبقون هذا القرار فإنهم يستقطبون اللاجئين، يعني أنا خلاص أنا سأصبح لاجئ وسأذهب إلى هذه الدولة لأنها توظفني وستوظفني وستعطيني عمل، لكن هذا ليس صحيح سيدتي. سيدتي ما يحدث هو أن اللاجئين مجبرين على الذهاب لهذه الدول، هؤلاء هم أشخاص مجبرين على أن يذهبوا إلى تلك الدول لأن حياتهم ليست حياة كريمة في بلادهم، ولأن ليس لديهم حق العودة في تلك الفترة، ولأنهم مضطرين إلى هذا العمل، وجودهم في هذه البلاد ليس باختيارهم، فلذلك هذه الفرضية فرضية خاطئة تماما. لاحقا، أو لم يبدأ الوقت. لاحقا، الفرضية الثانية وهي نقطة مهمة جدا، وهي أن حياة اللاجئين في هذه الدول دون التصريح حياة وردية، حياة جميلة، يستطيعون أن يذهبون ويأخذوا أي شيء ويجدوا أي وظائف دون التصريح، لأن التصريح يقيدهم، ولأن التصريح يذهب التعاطف عنهم وما إلى ذلك، ولكنهم الآن يعملون ولديهم حقوق ولديهم كل شيء وكل شيء مكفول، ولا يتعرضون للانتهاكات التي تتحدثون عنها. أنت ذكرت أصلا نقطة مهمة جدا، وهي أن اللاجئين حاليا الذين لديهم تصريح عمل في تركيا يتم التعرض إليهم. طيب أنا الآن إذا كان لدي تصريح عمل وإذا كان لدي الحق العمل وتعرض لدي صاحب العمل، لدي الحق أن أشتكي لأن الدولة تعترف بعملي، ولكن إذا لم يكن لدي حق العمل وإذا الدولة لم تكفل لي حق العمل فكيف لي أن أشتكي؟ سيتم اعتدائي وسيتم ضربي وأنا في الآخر لاجئ، أنا المفروض أن أجلس في هذه الخيام ولا حقوق لي. إضافة إلى ذلك، ما تتحدثين عنه يعني من فكرة التضامن ونقطة التضامن هي نقطة واهية وأشباح حجج، لأن أصلا نقطة التضامن ليس شيء مهم، التضامن لا يملأ جوعي ولا يذهب جوعي ولا يشبعني عندما أنام، أنا لا أطعم أولادي تضامن، لا أطعم عيالي تضامن، ولكن المهم هي الحياة الكريمة. ما تتحدثين عنه وما غفلت عنه في جميع نقاطك هي الحياة الكريمة، لم تتكلم عن الحياة الكريمة، تكلمت عن التضامن، تكلمت عن حق العودة، ما فائدة حق العودة إذا لم تكن هناك حياة كريمة؟ طيب إذا كان يستطيع العودة وهو لاجئ، يعني خلاص لماذا هناك لاجئين؟ ليست هناك نقطة مهمة، يعني لماذا نتناظر أصلا؟ ولكنه ليس لديه حق العودة، فلذلك نحاول أن نكفل له حياة كريمة. وإضافة إلى ذلك ذكرت نقطة الاقتصاد التركي وتكلمت عن الاقتصاد التركي وما إلى ذلك، الاقتصاد التركي قائم على اللاجئين الآن، قائم بشكل كبير جدا على اللاجئين، لأن الأتراك والكثير من الدول الأوروبية التي سأتحدث عنها لاحقا في حججي فهمت أن الاعتماد وأن استخدام هذه القوى العاملة، الدول تبحث عن قوى عاملة، تبحث عن ناس ينمون الاقتصاد، ألا تعلمون كيف ينمو الاقتصاد؟ ينمو الاقتصاد من خلال القوى العاملة وزيادتها، فلماذا تحرمون هؤلاء الحق في أن وتحرمون حكومتنا نحن كمجلس والحكومة أن نقوي القوى العاملة وأن نقوي اقتصادات الدول التي نعمل فيها؟ ما تقولونه هو حجج واهية. إضافة إلى ذلك أنتم تتحدثون عن فكرة أن هؤلاء الأشخاص مواطنون الدول، يعني أن الحكومة يجب أن تحمي مواطن الدولة أكثر من اللاجئ، وهذه نقطة يعني نتفق أو نختلف معكم فيها، ولكن هي نقطة أيضا واهية. لماذا؟ لأنكم تدعون أن اللاجئون سيسرقون عمل هؤلاء المواطنون، وهذه حجة واهية، لأن زميلي المتحدث الأول ذكر أن
أن لاحقا ذكر أن عندما يقل عندما تزيد التصريح والعمل النظامي يزيد تزيد فرص العمل لأن يقل الاستغلال، بدلا من أن يعمل الشخص 12 ساعة يأتي بشخصين يعملوا 6 ساعات وما إلى ذلك. فهي أصلا يعني احنا نتحدث عن كفالة حقوقهم، يعني كفالة حقوق اللاجئ في أن يكون لديه عمل. إضافة إلى ذلك تحدثت عن اعتماد اللاجئين وما إلى ذلك، وأن يعتمد اللاجئ وأن يفضل يعيش وفي هذه الدولة ويقيم فيها للأبد. ما ذكرتموه هي نقطة عليكم ليست لكم، لأنكم أنتم الذين تدعون الأفراد أنهم اللاجئين أن يعتمدوا على تلك الدول وأن يعتمدوا على تلك المساعدات دون أن تكون لديهم حقوق أخرى. فهم يعني فما نذكره أنه إذا استطاع الشخص أن يكفل له حقوق لاحقا، إذا استطاع الشخص أن تكون له حقوق وأن يكون له عمل نظامي في هذه الدولة، فإنه سيستطيع لاحقا أن يكون مثلا بعضا من الأموال ويتحرك. وهذا ما يحدث في مثال ألمانيا وفي مثال الدول الأوروبية، وإن كانت الأموال قليلة وإن كانت بسيطة ولكنه سيسمح له بالتحرك. ولكن إذا لم يكن له الحق في أن يعمل لا في ألمانيا ولا في أوروبا ولا في الدول العربية ولا في أي مكان، وإذا كان يعني مكانه كلاجئ ليس له الحق في أن يعمل أبدا، فإنه سيظل اعتماده على الدولة المستضيفة. إضافة إلى ذلك قلت نقطة مهمة جدا، وهي أن إذا سمحت لهم بالعمل وأعطيت لهم تصريح عمل فهذا سينزع وجوه، فهذا سينزع صفتهم كلاجئين. هذه مغالطة معلوماتية واضحة جدا. صفة اللاجئ تأتي من الإقامة وليست من العمل. لا زال هناك لاجئون في أوروبا إلى الآن ولكن لديهم حق العمل. أنا عندما أكون لاجئ ليست لدي الإقامة، أنا لجوئي لا يكون بتصريح العمل وإنما يكون أنني ليست لدي إقامة أو جنسية أو ما إلى ذلك، ولكن لا ممكن أن يكون لدي تصريح عمل. الكثير من السوريين والكثير من الـ من الـ من الفلسطينيين وما إلى ذلك يعملون في أوروبا بتصريح العمل ولا يزالون يعني معرفون كلاجئون ولكنهم يعملون في نفس الوقت. ولكن إذا ذهبنا مثلا إلى الدول التي تستضيف كالأردن وكلبنان حيث ليس هناك تصريح عمل وحيث الحياة وردية كما تدعون، نجد أن الواقع غير ذلك. لأن الواقع نكتشف أن تلك الدول يكون هناك انتهاك لأن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي حقوق. إضافة إلى ذلك على المدى الطويل يستطيع الاقتصاد أن يزدهر، أو يعني يستطيع أن الاقتصاد ليس يزدهر وإنما أن يستفيد من خبرة هؤلاء الأشخاص. لماذا لا نستفيد من خبرة هؤلاء الأشخاص؟ لماذا لا نطفيهم في 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 العمل؟ نحن عندما نتحدث عن المغالطات، وذكر زميلي المتحدث الأول هذه ونوه لها لكي أتحدث عنها في خطابي حجة، أن عندما يكون لديك اقتصاد خفي، فكرة الاقتصاد الخفي هو أن تكون هذه الأشياء غير نظامية، اقتصاد غير نظامي ومخفي وما إلى ذلك. ولذلك يعني الدولة عندما تتخذ قراراتها تتخذها بناء على أرقام خاطئة، لأن هذه الاقتصادات غير خفية وغير مسجلة، ستسمح بالمشاكل والجرائم وما إلى ذلك وانتهاكات حقوق اللاجئين. ولذلك يعني أنتم تريدون أن يستمر اعتماد هؤلاء اللاجئين على تلك الدول، وأنتم تحدثتم عن فكرة المعونات الدولية التي تأتي لتلك الدول وأنها ستتوقف أو ستزيد أو ستقل. لا، المعونات الدولية الموجودة لتلك الدول هي لمساعدة اللاجئين، ولكن في نفس الوقت أنت يجب أن تسمح للاجئ أن يكون لديه حرية، يجب أن تسمح للاجئ أن يكون لديه كرامة. ما تتحدثون عنه من التعاطف ومن الاستقطاب في المجتمع هذا أصلا ليس حقيقي، ما تتحدثون عنه ليس من أرض الواقع. لأن هذا يعني مثلا عندما تتحدث عن اللاجئ السوري في تركيا هو يساهم في الاقتصاد بشكل كبير وهو يساعد في الاقتصاد ولديه تصريح عمل، ولكن عندما تتحدث عن اللاجئ الأردني في اللاجئ الفلسطيني في الأردن فللأسف هم يعني محبوسون في خيامهم ومحبوسون في مخيمات اللاجئين التي يعانون فيها وتنتهك حقوقهم ويعملون فيها بالسخر. وشكرا جزيلا. سأبدأ في 3-2-1. ينطلق فريق الموالاة من فكرة يريد فيها تبرير هذا النص أخلاقيا بالقول بأن الملاجئ اليوم يتعرض للكثير من الأضرار الناتجة في استغلال أصحاب العمل له في أعمالهم وتوفير ساعات عمل إضافية وأجور ورواتب قليلة، لكنه لا يثبت بأي شكل من الأشكال كيف أن في حالة تطبيق نص القرار سينتهي هذا الاستغلال إلا بنقطة واحدة، وهي نقطة أنه أصبح لديه حماية قانونية نتيجة عمله في
الأعمال القانونية، وكأن القانون مكفول للمواطنين فقط أو الأشخاص الذين يعملون بأعمال قانونية فقط، وكأن الحماية القانونية مكفولة فقط لمن يستطيع العمل بالنظام القانوني. القانون موجود، يوجد قانون كامل اسمه القانون الدولي الخاص، يتعلق بتنظيم الأعمال القانونية الخاصة باللاجئين والغير مواطنين والعلاقة التي تشمل الانتهاكات القانونية لطرف أجنبي داخل دولة أخرى بينه بينما هو وبين طرف آخر. بالتالي عملية الاستغلال وإثبات انتفاء عملية الاستغلال فقط بتوفير حماية قانونية غير كافي. لماذا؟ لأن الحماية القانونية موجودة في كل الأحوال. أنت تتكلم عن دولة، الدولة بطبيعة الحال تقوم بتشريعات وقوانين وغيرها من هذه الحالات التي تنظم عملية الحياة داخلها. وأيضا مشكلة أخرى، يعني هذه المشكلة الأساسية والأولى التي تنفي أساس المبرر الأخلاقي من أساسه، لأنه إذا كنت تريد أن تثبت لي مبرر أخلاقي أثبت لي أن الاستغلال سينتهي. والاستغلال الناتج هل هو ناتج عن فكرة هذا أن هذا الشخص هو شخص لاجئ وأتى إلى الدولة، أم أن هذا الشخص يعمل بشكل غير نظامي؟ لا، ليس لأنه يعمل بشكل غير نظامي، لأنه لاجئ تم استغلاله، والشخص الذي استغله لأنه لاجئ سيستغله مجددا إذا وفرت له عمل نظامي، والاستغلال في كل الأحوال موجود ولا مانع من ذلك. أيضا يصدر لنا فريق المولاة أن الملجأ أو الخيم المخيمات التي توفرها مفوضية الأمم المتحدة هي يعني مقر للشيطان وقتل اللاجئين، وسيكون هناك استغلال لا طبيعة له، وكأن المقر نفسه لا توفر له حماية دولية. والحماية الدولية هنا أكبر وأعم من أي حماية من الممكن الدولة أن توفرها للمواطنين. الحماية التي توفر هنا توفر من جهاز دولي تشترك فيه كافة الدول في تحقيق الحماية للاجئين، ويوجد اتفاقيات دولية كاملة تصادق عليها كل الدول المنضمة للأمم المتحدة في حماية حقوق اللاجئين وتوفير حقوقهم الأساسية. بالتالي هذه القضية يا سادة قضية خاصة، القضية الخاصة تناقش غالباً من وجهة نظر شخص معين، وهو في هذه النص يقول بصفته الحكومة. إذن الشخص الخاص في هذه المناظرة هو الحكومة. يجب علينا كفريقين أن نثبت مصلحة الحكومة بشكل أساسي، ومن ثم نربط هذه المصلحة بمصلحة اللاجئين، وهذا ما يحصل في هذه المناظرة حالياً. بالتالي عندما نستطيع في فريق المعارضة أن نثبت أن المصلحة الحكومة بشكل أساسي ستتضرر، يعني يجب على الحكومة، يجب على هذا المجلس بصفاته حكومة ألا يفعل ذلك. وكيف تتضرر الحكومة الموجودة حاليا في ضفة الرئاسة؟ تتضرر بتهديد وجودها. كيف يتهدد وجودها؟ ببساطة تحدثت زميلتي المتحدثة الأولى عن جانب البطالة والضغط الاجتماعي الذي يحصل على هذه الحكومة نتيجة عدم توفير فرص أو تقليل الفرص المحلية للعمالة المحلية، مما يجعل أحزاب المعارضة تستغل هذه الأفكار. بالتالي نجد أردوغان يخسر إسطنبول في الانتخابات الرئاسية، وهذا مؤشر خطير بالنسبة للحكومة الموجودة حاليا. بالتالي يجب ألا تتخذ هذا القرار. إذن فريق المعارضة، فريق المولاء يعني ارتكب عديد من المغالطات في هذه المناظرة. مبدئيا يحاول أن يقول أن اللاجئ هو شخص مجبر، بالتالي لن يهمه هل هذه الدولة توفر وظائف أو لا. لا، لأنه هذا المهاجر من الأساس ذاهب إلى دولة حدودية، بالتالي سيختار أي دولة حدودية يريد الذهاب إليها. يعني يوجد حق الاختيار عندما يحاول الذهاب من هذه الصراعات، لديه دول حدودية، الدولة الحدودية التي توفر وظائف سيتجه لها مباشرة بديلا عن الدولة الحدودية التي لا توفر وظائف رغم وجود الصراع. وأيضا فريق المولاة لا يدرك أن الشريحة تقول أن الدولة اليوم تشهد زيادة في تدفق اللاجئين، وليس مجرد تدفق، زيادة في تدفق اللاجئين، أي أن عدد اللاجئين فيها أصبح في ازدياد، وهذا من الأساس ما يشكل خطر على عملية القوى الشرائية. نتفق تماما حمزة أن القوى الشرائية شيء مهم في الدولة وأنه يجب علينا توفيرها، ولكن ما هو الحد؟ إلى أين يجب أن نصل في هذا الحد؟ الحد الذي سنصل إليه يكفينا لئلا نوظف أشخاص آخرين، بالتالي لن نوظف لاجئين آخرين، والمشكلة ليست في اللاجئين بل في المواطنين، فلن نوظف مواطنين آخرين، وهنا تحصل المصيبة وهنا تحصل الطامة. وتكلم عن نقطة يحاولون إثبات فيها أن سيحصل خلل في الاقتصادات الجي بي تي الخاص بالدولة، وكأن يعني لأن هذا اقتصاد مخفي، وهذا أمر غير صحيح، لأن الاقتصاد الناشئ عن الأعمال اليومية التي يعملون بها لا يدخل في الجي بي تي الخاص بالدولة، ولا يدخل في حسابات الدولة البنك الأعمال اليومية والأعمال هذه. أوكي، بالتالي المشكلة الأساسية هي مشكلة يعني في عبء إثباتنا الأساسي نقول بأن الدولة ستتضرر، الحكومة ستتضرر، والفرد سيتضرر. أثبتت المتحدثة الحكومة، المتحدثة من زميلتي الضرر الحكومي الحاصل، وسأثبت أنا المشكلة الأساسية هنا، وهي مشكلة العلاقة ما بين المواطنين المحليين وما بين اللاجئين، كيف سيتم تضرره، كيف ستتضرر. في حجة هذه سأتكلم عن ثلاث مشاكل رئيسية في هذه المناظرة.
وهي المشاكل المستقبلية بحثة. يعني لا يمكن كفريق معارضة أن ننكر أن الشخص اللاجئ الذي يتحصل على عمل اليوم سيتحسن وسيكون حياته سعيدة وجميلة، ولكن نحن نتحدث مستقبلا. مستقبلا لدينا ثلاث مشاكل. أول مشكلة وهي في صعوبة وجود وظائف للسكان المحليين، وهذه المشكلة أساسية جدا تجعل العلاقة، يعني تجعل المواطن يدرك ما هو سبب عدم ما هو سبب هذه الصعوبة. وسبب هذه الصعوبة في كون الحكومة قررت أن توظف أشخاص آخرين غير الأشخاص المحليين داخلها، وهذا ما يجعل نوع من الغبط والكره تجاه هؤلاء الأشخاص، لأنهم ببساطة قد خسروا وظائف أو لم يحصلوا أو وجدوا صعوبة حتى لو حصلوا في حصول على وظيفة نتيجة أن هؤلاء الأشخاص قد حصلوا على هذه الوظيفة. المشكلة الثانية هي ماذا ستتصرف الدولة بعد حصول كل هذه المشاكل. يعني اليوم لدينا العالم وحصلت كل هذه المشاكل والمواطنين المحليين في غبط حول هذه العملية، الحكومة لديها تصرفين ممكن أن تقوم بها. أول تصرف وهو التصرف الذي يتماشى مع رغبات المواطنين المحليين، وهو في طرد هؤلاء الأشخاص وطردهم من أعمالهم. وهذه المشكلة يعني في هذه الحالة ماذا يحل المولاة؟ يعني خلاص حطيته في وظيفة عمل في هذه الوظيفة، تم طرده من هذه الوظيفة تماشيا مع رغبات الموظفين المحليين، بالتالي نعود إلى نفس المشكلة التي يحاول فريق المولاة حلها. الطريقة الثانية والتي ربما يدافع عنها المولاة أكثر وهي الإبقاء عليهم، وفي هذه الحالة ستعارض الحكومة رغبة شعبها، وبالتالي سنجد مشكلة أساسية في الشعب مع الحكومة. بالتالي الحكومة إذا استمرت أساسا في الدورة الانتخابية التالية ستأتي الحكومة التي بعدها لتطبق رغبة الشعب، بالتالي عندما تطبق رغبة الشعب نعود إلى نفس الدائرة مجددا، واللاجئ يعود إلى نفس النقطة ولا يستفيد من هذه الحالة. بالتالي نجد مشاكل رئيسية مع المواطن المحلي في مواجهة اللاجئ الذي كان من المفترض أن يتعاطف معه وأصبح اليوم يراه عدوه الأول. شكرا. أبدأ خطابي في 3-2-1. سوف أقسم التفنيد في خطابي إلى قسمين. أولاً نتحدث عن الوضع الحالي والمدى القصير، وثم نتحدث عن المدى الطويل الذي يفضل الحديث عنه فريق المعارضة. أولاً بالنسبة للوضع الحالي، اتفق معنا فريق المعارضة بأن الوضع من أسوأ ما يمكن، وأن لا توجد أي حقوق مضمونة لهؤلاء اللاجئين. قلنا لكم إذا كنت مثلاً سيدة سورية أعمل في منزل لبناني كخادمة ويتم التحرش بي من قبل الشخص الذي أعمل لديه، لا أملك أي حق في الدفاع عن نفسي ولا أملك أي حق للبحث عن وظيفة أخرى لكي أطعم أطفالي الموجودين في الخيمة. هم لا يحلون هذه المشكلة، ونقول لهم بأن هناك عبء أخلاقي لحل هذه المشكلة. فبالتالي يتم الاعتداء، يتم التحرش، ولا توجد أي حماية ولا أيضا حتى يعني حتى ليس في الحالات الأقل تطرفا لا يوجد أي حماية أن تدفع لي مأجوراتي في الوقت الذي يجب أن تدفع لي فيه، وأن يدفع لي على حسب ساعات عملي، وأن أخذ أوفر تايم، وكل هذه الأشياء البديهية والتي تجعلك فقط إنسان. لا نقول لك نريد أن نجعل اللاجئ من أغنى أغنياء البلد، ولكن فقط نقول لك نريد أن نجعله إنسان، وهذا أكثر ما طالب به وهم يرفضونه. وهم يقولون ولكن نحن سوف نحل الحماية القانونية، اذهبوا للقانون الدولي والمحكمة الدولية. نعم أنا سيدة سورية، سوف أتعلم اللغة الإنجليزية وسوف أسافر إلى لاهاي وأذهب إلى المحكمة الدولية وأدافع عن نفسي، وكأن المحكمة الدولية الآن بكامل جبروتها لا تستطيع محاكمة سياسيين معروفين كنتنياهو وغيرهم، ولكن سوف تحاسب مدير الموظفة اللبنانية الموظفة السورية التي يتحرش بها المدير اللبناني. بالطبع هذا أمر غير
غير فعلي، وحتى وإن وجد هذا القانون، هذا قانون على ورق، هل يطبق هذا القانون؟ هذا لا يطبق، وهم يتفقون مع ذلك، يتفقون بأن عندما تكون أنت الحلقة الأضعف في الدولة ولا يحميك مركز الشرطة القريب بالنسبة لك، نحن نقول لك بدلا من أن تلجأ للقانون الدولي يجب أن تذهب لأقرب مركز شرطة وتستطيع أن تشتكي وتأخذ حقك. لماذا نعقد الموضوع إذا كانوا يتفقون على مبدأ أن الحماية القانونية هي أمر مرغوب؟ وأنا كحكومة هو شيء مفيد بالنسبة لي أن أعلم بأن مواطنيني يتبعون القانون. إذا كان هناك مثلا قانون عند الحكومة اللبنانية أو قانون عند أي حكومة بأن يجب أن لا تعتدي على الموظفين، فأنا كحكومة من مصلحتي أن يطبق هذا القانون وأن أعلم بأن مواطنيني يتعاملون مع الناس بهذا القانون. إذا كان هذا الشخص يحمل عقد عمل يلزمه بهذه القانون، فبالتالي هو يستطيع أن يترافع عليه. ولكن إذا أنا كنت لا أحمل عقد عمل قانوني، يمكن أن أذهب إلى مركز الشرطة، ولكن ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ أنني سوف أفصل من وظيفتي، وهذا الشخص سوف يقول أنا لا أعرفها وأنا لم أوظفها وأنا لم أراها من قبل في حياتي، ومن الخسران في نهاية الأمر؟ أطفالي الذين في الخيمة الذين لا أستطيع إطعامهم بعد فقد هذه الوظيفة. ولكن عندما أملك حماية قانونية، هذا الشخص من البداية لن يتحرش، ومن البداية هذا الشخص لن يعتدي، لأنه يعلم بأن الشرطة سوف تدفعها الغرامة، والشرطة سوف يعني تضع حدا لهذا الموضوع. فبالتالي يعني نحن الفريق الوحيد الذي يوفر الحماية القانونية، وهذه أهم شيء، لأن في العالم الحالي أكبر ضرر يحصل على اللاجئين وهم الحلقة الأضعف. سوف يخسر رأس المال، وسوف يعني أخسر من استغلال هؤلاء اللاجئين، ولكن الذي يجب أن ننتبه إليه هو حماية الحلقة الأضعف الموجودة في المجتمع، وليس حماية الحلقة الأقوى الموجودة في المجتمع، لأن حتى لو تضرر الضرر لن يكون بنفس الماجنتود، والضرر لن يكون بنفس الشدة التي يكون بها على الشخص الأكثر ضعفا. فبالتالي العبء الأخلاقي ما زال مستمر، ونحن نفوز في العبء الأخلاقي. ثم يقولون ولكن المخيمات هناك حماية دولية، ويو أن بيسكيبرز يقفون على الخيمة مع أسلحتهم يحمون الأشخاص الموجودين في هذه الخيمة. نعم في عالم لا لا لاند ربما، ولكن في العالم الحالي رأينا جميعا فيديوهات اللبنانيين وهم يهددون السوريين بالطرد ويهددون السوريين بالترحيل. لماذا؟ لأنكم من تسمحون لهؤلاء الأشخاص بمعاملتهم كمواطنين درجة ثانية، ولأن الحماية غير مسموحة، وأنتم يعني الفريق الذي يعني يسمح للمواطنين بالتسلط أساسا على اللاجئين ومعاملتهم كإنسان من درجة ثانية وليس كإنسان متساوي معه. وسوف أزيد على ذلك في المحور الثاني. ولكن هم يقولون هو ملك حق الاختيار، يعني يحاولون أن يفاضلون بين العبء الأخلاقي للحماية وحق الاختيار، ولكن وأنه أنت ملكت حق الاختيار في أن تذهب إلى هذه الدولة، فبالتالي يجب أن تتعامل مع الواقع الذي أنت فيه. ولكن إذا أنت سوري في حلب، ليس باختيارك أن تذهب وتقطع دمشق وتقطع الجنوب وتقطع الصحراء وتذهب إلى الأردن أو إلى العراق أو إلى الكويت. سوف تذهب إلى أقرب مكان لديك، وأنت في نصف حرب، تحمل معك أولادك وتحمل لك ما تبقى من حياتك وجوازاتك والورقتين التي تملكهما لكي تذهب إلى أقرب مكان تستطيع أن تحمي أولادك من القذائف فيه، ولن تختار الدولة التي تريد أن تعيش فيها واللايف ستايل الذي يناسبك وتذهب لأن تعيش فيه، فأنت مضطر للوجود في هذه الدولة. وهم حاولوا في البداية أن يقولوا بأن ولكن هناك استقطاب للاجئين وعدد اللاجئين سوف يزداد، ولكن فندنا ذلك وقلنا لكم أن لا أحد يريد أن يكون لاجئا، لا أحد يريد أن يخرج من بلاده وأن يخسر منزله ويخسر مدارس أولاده ويخسر وظيفته ويخسر عائلته ويخسر مهنته لكي يكون لاجئ ويستفيد من هذه الفرصة الوظيفية، وكأنك سوف تضعه CEO شركة وليس ويتر في مطعم لكي يقدم الطعام. وهم تنازلوا عن هذه الحجة لأنهم لم يردوا عليها في الثاني، فبالتالي استقطاب اللاجئين لن يحدث لأنه لم يقوموا بالرد على هذا التفنيد، والثالث متأخر جدا. الآن أنتقل إلى المحور الثاني لدينا، وهو محور المدى الطويل. هم اتفقوا في متحدثتهم الأولى بأن على المدى القصير سوف يكون هناك، نعم سوف يكون هناك منافع، ولكن الأضرار سوف تأتي في المدى القصير. ففي البداية نقول أنهم يتفقون أن على المدى القصير سوف تكون منافع. الآن ما هي المخاطر التي تأتينا على المدى القصير؟ أن اللاجئين السوريين في تركيا سوف يسقطون نظام أردوغان، وسوف يخرجون في الشوارع لكي يسقطوا الأنظمة، أو أي لاجئين في الدنيا سوف يؤدون إلى إسقاط النظام، ولكن ذلك لن يحدث. لماذا؟ لأنهم يبنون منحدر زلق من الكراهية تولد إلى سقوط النظام وخروج المعارضة، ولكن ذلك لا يحدث. لماذا؟ لأن أين تحدث الكراهية؟ وأين يحدث معاملة اللاجئ كإنسان درجة ثانية؟ في لبنان التي لا تعطي تصريح العمل، أم في ألمانيا التي غصب عنك سواء كنت مواطن ألماني وجدك ألماني وجد جدك ألماني تحترم اللاجئ السوري الموجود والذي يعني يحمل حق
يحمل تصريح عمل ولا تتمكن من الاعتداء عليه، لأن تعلم بأن القانون يحميه. فأنت من البداية لا تستنقص من هؤلاء الأشخاص، ومن البداية تتعامل معهم باحترام وتتعامل معهم بكرامة إنسانية، فبالتالي لا نصل إلى مرحلة نولد هذه الكراهية. ولكن أين تحدث الكراهية؟ الكراهية تحدث عندما أراهم جالسين في الشوارع شحاتين، وأستكثر عليهم الليرتين التي أمتلكها، وأرى أطفالهم يتسكعون في الشوارع، بينما أنا أطفالي المثقفين وأنا أطفالي من يذهبون إلى المدارس. وهنا تصنع هذه الكراهية عندما أراهم كفئة أخرى، فئة دخيلة، حشرات في المجتمع وليسوا إنسان. ولكن عندما أرى بأنه إنسان ويعمل بعرق جبينه ويدخل أولاده إلى المدرسة بعرق جبينه ومحافظ على حقوقه، هنا أحترمه كإنسان كما يحدث في أوروبا. فلكل هذه الأسباب نقول لكم بأن على المدى الطويل لا تحدث أي من الأشياء التي تتحدثون عنها إذا احترمت هذا اللاجئ وعاملته كإنسان درجة أولى من البداية. وكما قلنا لكم بأن في المدى الطويل لن يسقط حق الإقامة ولن يسقط حق اللجوء، لأنها لن نعطيه جنسية ولن نعطيه يعني جواز أوروبي، بل سوف نعطيه فقط تصريح عمل. شكرا. سأبدأ في 3-2-1. مرحبا بفريقي الملا والمعارضة، لجنة التحكيم، السادة الحضور. تتلخص هذه المناظرة في 3 نقاط رئيسية: هل يزيد استغلال على اللاجئين أم لا؟ وهل وبالضرورة هذه النقطة مرتبطة بمصلحة اللاجئين بشكل عام في هذه المناظرة؟ وما هي مصلحة الدولة وكيف تتحقق مصلحة الدولة في هذه المناظرة؟ فريقنا كفريق للمعارضة ركزنا أكثر لأن القضية تتحدث عن قضية خاصة وكحكومة، بالتالي هذه الحكومة والدول بشكل عام وجميع السياسيين في هذا العالم لينظرون للقرارات بنظرة عاطفية، وهل هذا الشخص سيموت أم لا؟ لأنك إذا كانت السياسة في العالم السياسي تنظر بهذه الطريقة لكان الكل يتعاطف مع إسرائيل ويقوم بمهاجمتها. لماذا لا يقومون بهذا الأمر؟ لأنهم لا يأخذون هذه الأمور كعاطفية، يأخذونها بطريقة منطقية وسياسة بحثية مبنية على مصالح هذه الدولة بشكل رئيسي، ومن ثم الاعتبارات الأخرى التي تضعها الدولة كشيء جانبي. بالتالي فريق الملا فكرة تحسين حياة اللاجئين وغيرها وكل هذه الأمور هي يعني قد تكون شيء مهم في هذه المناظرة، ولكن إذا لم تثبتوا لنا كيف أن هذه الدولة ستستفيد من هؤلاء اللاجئين وكيف أن هؤلاء اللاجئين وجودهم يسبب لهم مشكلة حقيقية داخل هذه الدولة، ففريق الملا لن يفوز أبدا داخل هذه المناظرة وهم لم يحققوا هذا الأمر. بداية دعونا نتحدث عن مصلحة اللاجئين. فريق الملا يفترض شيء معين وهو يعني شيء سيء جدا، يقول بأن هؤلاء اللاجئين وجودهم داخل هذه الدولة بالضرورة يتم انتهاك حقوقهم، بالضرورة يتم التعدي عليهم وكل هذه الأمور، ونحن نختلف أو لا نتفق أو لا نتفق لن يغير شيء هذا الأمر. لكن دعونا نرى المبرر أو ما الذي يغيره فريق الموالاة في هذه المناظرة. فريق الموالاة يعطي تصريح عمل، وتصريح العمل بالتالي وهناك يعني ربط غير منطقي، تصريح عمل مباشرة لا يوجد أي ربط منطقي، مباشرة تعني حياة كريمة. نتيجة ماذا؟ نتيجة اعتبارات قانونية. المواطنين الأصليين داخل هذه الدولة بالأمور القانونية يتم استغلالهم، المواطنين الأصليين يتم استغلالهم ويتم تعدي لحقوقهم ويتم التحرش بهم مثل السيدة سورية. فالأمر ليس مرتبط بمدى قانونية الأمر، بل هو مرتبط بمدى حاجة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص. فإذا كان هناك مواطن رئيسي فقير ليس لديه أموال، لا يعيش في منزل جيد، وهو يعيش مثل حياة هؤلاء اللاجئين، فسيتعرض مثل يتعرض لهم. فالمبرر للاستغلال ليس له علاقة في نص هذا الأمر وليس له علاقة بالحجة القانونية وغيرها من هذه الأمور. بالتالي التوظيف بسعر رخيص وغيره من هذه الأمور هي أشياء موجودة، لن أخذ مدخلات في هذا الخطاب، هي موجودة وغيره من هذه الأمور. لكن هل التوظيف هو وجود وازع قانوني يغير هذا الأمر؟ هو لا بالضرورة لا يغير هذا الأمر. وما تحدث الثالثة عن فكرة تحدث الثالثة من فريقهم عن فكرة الحماية والتحرش وغيرها، حتى في وجود قانون يعني هو أصلا هناك فكرة رئيسية أن اللاجئين سواء لديهم حتى لديهم إقامة وفقدوا صفة اللاجئ، وإذا كان لديهم حق أو لديهم يعني فرصة العمل فهو لا يزال يعامل كمواطن درجة ثانية. الأمر ليس مرتبط هل هو لديه عمل، ليس لديه قانون. لاجئ من جنسية أخرى هو يعمل درجة ثانية بغض النظر عن ظروفه، بغض النظر عن ما يعيشه داخل هذه الحياة. بالتالي فكرة الحماية والتحرش غير من هذه الأمور هو لا يزال هناك نظرة على أنه لاجئ. وهذه المرأة لديها خيارين عندما سيتم التحرش بها، إما أن تقوم يعني حتى إذا كان هناك قانون وقام شخص معين بالتحرش بها
نحن نفترض أن ممكن أصلاً أن هذه المرأة لن تذهب إلى الشرطة حتى إذا كانت تستطيع تقوم بهذا الأمر بالطريقة القانونية التي تفكر فريق المولى. لماذا؟ هذه المرأة ما هو همها؟ همها تقوم بإطعام أهلها وتقوم بإسكانهم. في حال ذهبت وقامت بالشكاية ستفقد العمل الخاص بها، فماذا حقق فريق المولى في هذه الحالة؟ هذه المرأة ستفقد العمل الخاص بها وستفقد القدرة على الوظيفة داخل هذه الدولة. لماذا؟ وهي أصلاً لن تقوم بهذا الأمر لأنها تريد إكال عائلتها وتريد أن توفر لحاجياتهم مثل ما يقول فريق المعارضة، ونحن لا نشجع بالضرورة على التحرش يعني. دخل في هذه الخطاب. فبالتالي فريق المولاه جاء اخرى وتكلم عن زياده البطاله، ان اليوم اصلا توجد بطاله بسبب هذا العمل. لماذا؟ لانه يتم تسريح شخصين وتوظيف شخص مقابل هذه الساعات كلها، فما بالك عندما نقوم بتوظيف شخصين لاجئين، ناخذ دخل في هذا الخطاب، نقوم بتوظيف شخصين لاجئين بساعات مختلفه في ظل هذا الامر. فاذا كانت اليوم هناك بطاله فالبطاله ستزيد بشكل كبير جدا وسيزيد عدد اللاجئين داخل هذه الدوله. ومتحدثهم الثاني اخذ الامر بفكاهه وحسه كوميدي جيد، لكن الفكره بمنطقيه. عندما نقول استقطاب اللاجئين لا نقول ان هؤلاء اللاجئين سيأتون يعني هم بشنطة وأمورهم رائعة وذهبون هذه الدولة. هؤلاء اللاجئين في صراعات مستمرة داخل هذه الدولة، عندما يسمعون أن الشخص فلاني ولد عمهم حصل عمل داخل هذه الدولة فسيقومون بالخروج من دولتهم الذي فيها صراعات والذهاب إلى تلك الدولة أمنياً للحصول على فرص العمل. بالتالي سيكون هناك طلب شديد على فرص العمل يتخطى العرض من هذه الدولة، بالتالي هنا تحصل بطالة المواطنين الأصليين، وهذا أمر حقيقي حدث في أغلب دول العالم التي تقوم باستقطاب اللاجئين مثل تركيا وغيرها. وتركيا اليوم إذا تجولت في شوارع إسطنبول تجد أن اللاجئين السوريين هم من يعملون داخل هذه المولات، والعمال التركيين وحزب المعارضة التركي خطابه السياسي في الانتخابات الرئاسية التركية كان قائم على هذا الأمر، واستطاع أن يفوز بأكبر بلدية في تركيا دبلية إسطنبول على هذا الخطاب السياسي، خطاب إخراج الملاجئين جميعا من تركيا وعودة العمال التركيين للعمل في وظيفتهم. بالتالي في هذه الحالة إذا وصلنا لهذه المرحلة اليوم وتهديد أصلا وجود هؤلاء اللاجئين، فهؤلاء اللاجئين لا يستفيدون هذا الأمر ولا يستفيدون شيء. والأمر أصلا يزداد سؤال، لماذا؟ لأن هذه الحكومة عندما تتخذ هذا القرار ستكون من مسؤوليتها توفير الحماية والعيش الكريم لهؤلاء المواطنين، لكن في حياتنا اليوم كحكومة تفكر بطريقة سياسية منطقية ليس لدينا مسؤولية أخلاقية أو أي شيء على هؤلاء الأشخاص. لم نسبب في حربهم، لم نقم نحن بمهاجمتهم، لم نجبرهم على وجود داخل دولتنا. من التكرم نحن كحكومة أن نقوم بإعطائهم أرضنا ليعيشوا عليها، وتكون هذه المسؤولية مسؤولية أممية لجميع دول العالم. تحدث عن الناتج المحلي والجي دي بي وغيره من هذه الأمور، وهو مثال خاطئ تماما. لماذا؟ لأن أصلا الجي دي بي يعني مفهوم اقتصادي يقوم على الناتج المحلي للدولة، ليس على وظائف غير نظامية، والوظائف غير النظامية أصلا لا تدخل ضمن الناتج المحلي بشكل قطعي. وحتى المواطنين الأصليين يعملون بوظائف غير نظامية ولا يتم حسابهم متوسط الاقتصاد، وهذه حجة يعني مفروغ منها بشكل مباشر. وتحدث الثالث عن ألمانيا وغيرها، هذه القضية لا تتحدث عن دول لديها تفاقم وتعاني من زيادة في اللاجئين الخاصين بها. ألمانيا لا تعاني من هذا الأمر، بالتالي هي مرفوضة في هذه المناظرة. بالتالي فريق المولاة يتحدث لنا بشكل بسيط عن أن التضامن لا يؤكل العيش وغيره من هذه الأمور، ونحن قلنا أن أكيد التضامن لا يؤكل العيش يعني لن تأكل التضامن، ولكن المشكلة ليست في الحكومة، والمشكلة ليست من واجبات الحكومة أن تقوم بتوفير التضامن أو تقوم بتوفير الأكل الخاص بهم بدل التضامن. وتحدث عن حق العودة وغيره من هذه الأمور، عندما هذا الشخص يعمل ويحصل العمل بشكل مستقر ويعيش داخل هذه الدولة، فما هو الشيء الذي يجعله يعود لدولته الأم إذا كانت دولة الأم في حالة استقرار؟ وبالضرورة عند خروجه من منزله، فإن منزله كان في منطقة الاشتباكات قد سقط أو أي غيره من هذه الأمور، بالتالي منزله غير قابل للعيش، هو لن يعود لهذه الدولة أبدا، سيستمر داخل تلك الدولة بالمشاكل الخاصة بها جميعها كلها. فريق المولاة يقول لنا أن الاقتصاد التركي قائم على اللاجئين، وهي يعني شكرا جدا لما قالوا هذا الامر. لماذا؟ لان هناك زياده جدا في عدد اللاجئين السوريين، وهذه مشكله. يعني يقول الاقتصاد التركي قائم على اللاجئين السوريين وكان تركيا لا يوجد بها اصلا مواطنين اتراك. زياده او اعتماد تركيا على اقتصاد اللاجئين هذا ما سبب المشكله الضخمه لفريق لتركيا اليوم. لماذا؟ لانها لا تجد مكان للعمال التركيين تجد هذا القرار، بالتالي تركيا اليوم تخسر سياساتها مستقبلا كحكومه تفكر بطريقه منطقيه لن نقوم باعطاء وظائف للاجئين. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أن تتلخص هذه المناظرة في مجموعة من نقاط التصادم الأساسية. ستحدث في هذا الخطاب عن هذه النقطتين، وهي نقطة الاستغلال ونقطة الكراهية، ومن ثم سأتكلم عن بعض النقاط التي ترجح كفة فريقي.
ومن خلال التصادم أيضا سأرجح كفة فريقي. أولا نقطة الاستغلال، يحاجج الموالاة بداية بأنه يوجد استغلال المواطنين، لأنه لا يوجد حماية لهؤلاء اللاجئين، لأنه لا يوجد حماية لهؤلاء اللاجئين. الحماية المقصودة هي الحماية القانونية. أسقطنا هذا الأمر بطريقتين. الطريقة الأولى وهي بإثبات أن القانون ليس حكرا على المواطنين الذين يعملون بأعمال نظامية، وإنما القانون وضع للجميع، وأيضا الأشخاص الذين لا ينتمون بجنسيتهم لهذه الدولة. ووضحنا أن هناك القانون الدولي الخاص الذي يهتم بهذه الحالة خصيصا. حجم فريق الموالاة من هذه الفكرة بالقول بأنه كيف يمكن للمرأة التي تم التحرش بها أن تذهب للاهاي وترفع قضية أمام محكمة جنائية الدولية، ولكن ببساطة من الواضح جدا أن المقصود هو القانون الوطني وليس القانون الخاص من المحكمة الجنائية الدولية. وكلمة قانون دولي خاص، دولي خاص، من الممكن أنها أثارت نوع من الشك لدى الموالاة، ولكن قانون دولي خاص هو قانون أيضا محلي وليس قانون يذهب لمحكمة الجنائية الدولية. والطريقة الثانية التي أسقطنا بها حالة الاستغلال، وهي نقطة مرتبطة أن الاستغلال الحاصل مرتبط بالحاجة وليس بالقانون. بالتالي إذا كنت أنا محتاج اليوم، فقير، ليس لدي ما أكل، أعيش في بيئة وأعيش في مجتمع حدودي لدولة صراعية، وأنا يعني مواطن وأعيش هنا، سأبحث عن لقمة العيش، سأذهب لأنظف في منزل أحد الأغنياء وأيضا سيستغلني رغم أني لست لاجئ. بالتالي الأمر مرتبط بالحاجة وليس باللاجئ. بالتالي ماذا يغير فريق الموالاة؟ لا يغير شيء. وهذه النقطة الأساسية التي من خلالها نستطيع إثبات أن فريق الموالاة لا يحل المشكلة. وإذا لم يحل هذه المشكلة، لماذا يطرح هذا النص من الأساس؟ النقطة الثانية، أين تحصل الكراهية بشكل أكبر؟ أين تحصل كراهية اللاجئين بشكل أكبر؟ يحاجج يعني فريق الموالاة بأن الكراهية تحصل لما نشوف الشحات في الشارع، بالتالي سأستحقره وسأبخل عليه بالليرتين الموجودة في جيبي ولن أعطيها له. باهي. ولكن هذا الأمر غير منطقي، لأننا نقول ببساطة أن الكراهية تحصل أكثر في حالة حجتي التي ذكرتها، حالة طبيعة العلاقة ما بين المواطن واللاجئ التي تتمثل في أن اللاجئ قد استغل عدد كبير من الوظائف في وطني، بالتالي أنا أصبحت لدي مشاكل في الحصول على هذه الوظائف، بالتالي سأكرهه لأنه سبب في جزء من معاناتي داخل دولتي التي أنتمي إليها بجنسيتي. وهذه النقاط التصادم الأساسية التي نستطيع إثبات بها فريق الموالاة. في نقطة مهمة جدا في هذه المناظرة لم يتطرق لها فريق الموالاة أبدا رغم أن ركزنا أغلب جهودنا عليها، وهي نقطة البطالة. الموالاة لم يرد على البطالة إلا بطريقة واحدة فقط في خطاب المتحدث الأول، قالوا بأن البطالة اليوم موجودة بسبب هذا النظام فقط. ولكن ببساطة هذا لا يكفي، لأن مشكلة البطالة في هذه المناظرة مشكلة كبيرة جدا، ولم ينكر فريق الموالاة وجودها ولم يثبت أنها لن تكون قائمة. بالتالي المشكلة هنا موجودة بالضرورة. لماذا؟ لأن الحالة التي وضعها لنا نص القضية تحتم علينا أن الوظائف تستغل، ونؤكد بشدة أن المصلحة الأهم هي مصلحة الحكومة ومن ثم مصلحة اللاجئ. وشكرا. جميل جدا رؤية تطور النقاش الحجاجي عند فريق المعارضة. في البداية يريدون تطبيق القانون الدولي الخاص، وانتهوا أن جميع القوانين لا فائدة منها عند المتحدث الثالث، فلا نعرف ماذا يريد فريق المعارضة من بداية هذه المناظرة. بصفتنا حكومة وضحنا لماذا تطبيق هذا القانون هو أمر جيد من نقطتين أساسيتين. في البداية من نقطة احترام القانون، أننا نحن كحكومة نضع هذا القانون ومن خلاله نقلل الأعمال غير القانونية الموجودة في الدولة بشكل مباشر. وبالتالي الرد الذي جاء من فريق المعارضة أن هذا القانون لا فائدة منه، ولكن العبء كحكومة ما زال موجود علينا أن نضع هذا القانون ونحاول تطبيقه بأكبر قدر ممكن موجود، وهذا ما أثبتناه نحن كفريق موالاة. النقطة الثانية هي تقليل البطالة الناتجة عن استغلال العمالة الرخيصة، وقلنا أننا سوف نقلل البطالة في هذه الحكومة بسبب كما قلنا أنه الشخص اللي بدل أن يعمل 12 ساعة توظيف شخص واحد سوف نوظف شخصين. نعم الضرر سوف يكون هناك على أصحاب رؤوس الأموال، لكن هؤلاء أشخاص جشعين، هم يجب أن يتم وضع حد لهم. كان هناك ثلاث نقاط أساسية في هذه المناظرة. أين سوف يكون الاعتداء أكبر، في عالمهم أم في عالمنا؟ في عالمنا قلنا لكم أن الاعتداء سوف في عالمنا أن الاعتداء سوف يكون أقل من ناحية نقطتين. في البداية سوف يكون هناك رادع بسبب وجود هذا القانون الذي نود أن نطبقه. النقطة الثانية أنه
يمكن فعلا أن يذهب هذا الشخص ويشتكي. في عالمهم من البداية لا يستطيع هذا الشخص أن يذهب ويشتكي، ولذلك نحن وضعنا على الأقل خيار لهذا الشخص ووفرنا له حالة معيشية أفضل. اعترف فريق المعارضة بوجود في هناك نقطتين أساسيتين خسرت فريق المعارضة من البداية. اعترف فريق المعارضة بوجود الاعتداءات، اعترف فريق المعارضة بأهمية الحماية القانونية عندما قالوا أنه يعني يستطيع أن يذهب للقانون الدولي الخاص، ولكن وضحنا لكم أنه لا يستطيع هذا الشخص الذهاب للقانون الدولي الخاص كما يدعي فريق المعارضة، وأن هذه هي يعني هي ليست حجة واقعية ولا تمت للواقع بأي صلة. النقطة الثانية هي البطالة، وقلنا أن البطالة عندنا تكون في عالمنا أكثر، في عالمهم ما زالت موجودة على كل على كل الأحوال ولم يتغير أي شيء. أين سوف يكون السخط الشعبي أكثر؟ احترام القانون واحترام الحكومة، عندما تحترم الحكومة وتحترم القانون الشعب بالضرورة سوف يحترم الناس، وضحنا لكم هذا. ولكن عندما لا يوجد قانون وهؤلاء الناس هم لا يحترمون فالناس لن يحترمونهم، ولذلك الاعتداءات سوف تكون موجودة وعدم الاحترام والسخط الشعبي سوف يكون موجود. قلنا لكم يعني هم أوكي أتي إلى حجتهم التي هم عندهم حجتين، حجة الاستقطاب وتخلوا عنها في وسط المناظرة لأنهم وجدوا أن هذه الحجة غير منطقية. الشخص الموجود في حلب بالطبع أن يذهب إلى الأردن، بل هو سوف يذهب إلى البلد الأقرب إليه، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لا نعرف، قال يعني أن المعارضة سوف تستغل هذه القضية أو يستغل هذا القانون، لا نعرف كيف هذه الحجة مهمة في هذه المناظرة، لأن الحزب المعارض في كل الحالات سوف يكون ضد سياسات الحكومة سواء كانت مع أو ضد اللاجئين، فهذه الحجة لا تمت لي كذلك للمناظرة بصلة. وأثبتنا لكم أن الكراهية أكبر عند عدم وجود تصريح عمل عند مقارنة لبنان وتركيا، وشكرا لكم.